نتوجه بالشكر والثناء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، على دورها في تمكين الأطفال باعتبار سموها الداعم الأول للطفولة في دولة الإمارات، معلنين مشاركة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في الحملة الوطنية السادسة للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، والتي تقام برعاية كريمة من سموها كل عام. ستشارك المؤسسة كما اعتادت سنوياً خلال هذا الأسبوع بورشة افتراضية باللغة العربية تحت عنوان كيف تبني المقاومة لدى الأطفال لمواجهة سلوك التنمر، تدور محاورها حول التعرف على مفهوم المقاومة ومبادئها وأهم مهاراتها مستهدفين البالغين في المجتمع. كما وسنقوم بتقديم هذه الورشة أيضاً لطالبات جامعة زايد في دبي، بالإضافة إلى بث حزمة من المنشورات لرفع الوعي بموضوع التنمر الاجتماعي وأهمية القبول الاجتماعي ودور التنشئة الأسرية فيها موجهة لذات الفئة. وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل سيتم تنفيذ فعالية موجهة للأطفال تهدف لتعزيز ثقة الطفل بنفسه ورفع تقديره لذاته وغرس القيم الإيجابية لديه. كما ويسعدنا في هذا الإطار أن نكون مشاركين في إعداد دليل خاص بالتنمر الاجتماعي لمقدمي الرعاية في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية وحماية الطفل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.